اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة.